هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. النهاردة موضوع مهم جدا، لكن سيبونا الأول نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة مروة العبد، استشاري أسري وتربوي، دكتورة فلسفة التربية جامعة اسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره ايمان، وحمد لله على السلامه. استاذ مروان الله يسلمك، ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك محضره لنا ايه النهارده؟ انا مش محضره حاجه. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بامر الله هنتكلم عن الصحه النفسيه للطفل بعد ما بيعدي من ازمه صحيه او ازمه مرضيه. الحقيقه احنا في جمعيه انقاذ حياه الطفل زي ما قعدنا سنين بنهتم بالصحه الجسديه، يعني سلامه الجسد وسلامه العقل، محتاجين نفسيا نبتدي نشوف الطفل اللي بيمر بمرض او بيقعد في العنايه فتره طويله، او يعني اطفال اللوكيميا مثلا ممكن يقعدوا سنين في المستشفيات، ازاي نتعامل مع الاطفال سنين ولا ابالغ. يعني انا اعرف حالات في مستشفى الشاطبي في قسم امراض الدم بيقعدوا بالسبع سنين، وسبحان الله الحاله اللي بتتخدم طبيا ونفسيا بيعدي، وبيعدي بيبقى سليم جدا، وممكن كمان ينجح في حياته ويدخل كليه و طيب الطفل اللي بيمر بازمه زي دي، ايه هي الاضطرابات النفسيه اللي ممكن يمر بيها بعد واثناء فتره الازمه الصحيه بتاعته، ازاي نعالجها، ازاي نخطي بيه المرحله دي ونرجع بيه مره تانية معافى سليم للمجتمع زي ما كان قبل. لان انا كايمان مامي جودي انا شفت ده مع بنتي بعد ما عدت المرض بتاع الالتهاب السحائي. البنت بعد ما كان اليوم بتاعها مليان رياضه ومدرسه واكتيفيتيز كتير وانشطه كتير، طلعت من القصه دي رافضه اي شكل من اشكال الحياه اللي هي كانت عايشاها قبل كده، مايله للانعزال، عصبيه زياده عن اللزوم، مش عايزه تشارك في اي حاجه. كل ده لفت نظري ان احنا محتاجين نعمل نوع من الدعم النفسي والتحضير النفسي للطفل خلال فتره مرضه. النهارده دكتوره مروه كمان لفتت نظري ان احنا ممكن من قبل اي طفل ممكن ان احنا نحضره نفسيا لاي مشكله ممكن يواجهها. دكتوره مروه ازي حضرتك؟ نورتينا والحمد لله على السلامه. ميرسي. طيب نقدر نقول ايه هي التداعيات النفسيه او الاضطرابات النفسيه اللي ممكن الطفل يواجهها اثناء وبعد فترة مرض طويلة في سواء في عناية مركزة أو في مستشفى أو الحقيقة يعني هو ده بيعتمد شوية على مجموعة من العناصر، يعني على عمر الطفل نفسه وطبيعة المرض اللي اتصاب بيه وطبيعة التجربة والفترة الزمنية بتاعت التجربة نفسها. فخلينا نحدد شوية ان احنا نتكلم مثلا عن الاضطرابات الناتجة عن الإصابة بالامراض اللي اخذت فترات زمنيه شويه طويله من الطفل بحيث ان هو يقدر يتذكرها ويبقى فاكر المعاناه وفاكر كم الالم اللي هو تعرض له من خلال التجربه المرضيه دي. طبعا ده بيختلف برضو باختلاف عمر الطفل، فلو احنا مسكنا مثلا المرحله السنيه من سن تختلف من مرحله لمرحله. طبعا لان الطفل من عمر سنتين لعمر خمس سنين بيبقى شويه عنده الشورت ايج ميموري او الذاكره قصيره المدى مش بتبقى قويه، فهو ممكن ينسى، يعني ممكن ربنا مديله زي اوتو ريليف سيستم كده جهاز تلقائي علشان ينسى ويتعافى من اي ازمه او اي وعكه بيتعرض لها علشان يقدر يكمل حياته، زي بالظبط جهاز المناعه الجسدي عنده جهاز مناعه نفسي.
فالطفل في المرحلة دي الصغيرة دي يعني بيقدر يتعافى بسرعة ويقدر يعدي ويقدر ينسى بالنسيان بالنسيان اللي هو ربنا مديهوله الطبيعي، لأن هو كل حياته اللعب، فإحنا هنقدر من خلال اللعب إن إحنا نقدر نشغله ونلعبه ونخرجه من المود اللي هو فيه، فواحدة واحدة بينسى الألم اللي تعرضه. أفهم من حضرتك إن المرحلة العمرية الأولى للطفل بيكون يعني اسهل ان احنا نخرجه منها بسرعه، مرحله الطفوله المبكره هي ربانيه، أيوة حاجه من عند ربنا، يمثل مثلا سنتين لعمر 4 سنين 5 سنين. تمام. طبعا اسهل بكتير ان هو يتعافى نفسيا من الاصابه بالمرض، اسهل من الطفل لما يكون في المرحله الاكبر اللي هي مرحله الطفوله المتاخره. تمام. من سن مثلا عمر 6 سنين أو 5 سنين لسن 12 13 سنه، هنا الوعي بيزيد، الذاكره بتبقى ملمه بحاجات كتير، الذاكره بتبقى اقوى، الذاكره قصيره المدى بتبقى اقوى. بيبقى طفل مدرك اللي هو الوعي اللي هو الادراك، بيبقى عنده مدرك التجربه تماما اللي هو مر بيها، وحس ان هو فعلا كان يعني ان بين او ان هو مر بالم وبوجع جسدي، عدى عليه لفترات طويله، عمل له دروب في حياته، يعني هو كان ماشي حياته كلها ماشيه بطريقه صحيح، وفجاه حصل له هولدون كده، حصل فتره زمنيه في النص، هو بيبقى طفل يعني هو مش عارف، هو لوست، هو مش عارف. معلش يا دكتوره، في حاجه عايز اتكلم فيها، حاجه معينه. اتفضل. انت بتقولي يعني كل مرحله عمريه او الطفوله المبكره زي الدكتوره ما قالت بتختلف عن المرحله اللي بعدها، تمام؟ في طريقه التعامل. تمام. مع في طريقه التعامل مع التعافي. طيب احنا يعني انت سبقتي الموضوع شويه، بس عايز كيفية ملاحظة المرض على الطفل، يعني ازاي نلاحظ ده على الطفل اصلا؟ حضرتك تقصد المرض النفسي او الاضطراب؟ المرض الاضطراب النفسي. ايه اللي بيحصل للطفل بمعنى اصح في الفترة دي؟ في الفترة دي ايه السايكولوجي يعني نفسيا؟ التغيرات. ايه اللي بيحصل؟ بحيث ان المود يتغير تماما من النقيض للنقيض. هو برضو ده احنا نقدر نقسمه لحاجتين، لعرض نفسي سيء او عرض سلوكي غير صحي، واضطراب نفسي. في البداية هو ما بيدخلش على الاضطراب على طول، هو بيمر بمرحلة العرض اللي هي العرض النفسي اللي هو السلبي، ده اللي بتلاحظه الأم قوي، ان الطفل بيبقى موده مش حلو، بيبقى هو خلال فترة العياج طبعا الأم بتبقى يعني اتخلعت عليه، فبتبقى بتعمل له كل حاجة هو عايزها، بتلبي له كل رغباته، المجتمع كله بيشو يعني اللي هو متعاطف معاه وبيعمل له سبورت وبيعمل له دعم بزيادة. ده صح؟ لا ده مش صح. ده لو احنا هنتكلم على ازاي احنا نتجنب ان الطفل يقع في دروب نفسية، فلازم ان احنا نتجنب مشاعرنا الزيادة او العطاء الزيادة اللي احنا بنديه للطفل في المشاعر في الفترة دي، لان هو اكتر شيء بيبقى محتاج له انه يحس انه انسان طبيعي زيه زينا. هو نفسه يرجع زي الاول، نفسه يرجع مش مريض مش تعبان، فاحنا لازم نتعامل معاه على الاساس ده في حدود، طبعا في حدود ان احنا ما نحملوش حاجه فوق طاقته لانه بيبقى منهك. بس هو بيواجه مشكله طارئه او عارضه، هو عنده الم زياده عن اللزوم، انعزال عن المجتمع زياده، يعني زي طفل في عنايه. انا كان عندي طفله كانت في العنايه المركزه، وفي اليوم ال 14 او ال 15 من وجودها، قعدت 3 شهور في العنايه، رفضت رؤيه الاب والام، انا مش عايزه حد. هو اللي حضرتك بتقوليه ده هي رفضته اثناء فتره وجودها في العنايه المركزه بعد 14 يوم من وجودها في العنايه. ده هنا العرض جه بدري شويه، يعني اثناء فتره العلاج الطفل ممكن يكن نوع من المشاعر العدائيه فيسقط المشاعر. يسمى اكتئاب تفاعلي؟ هو احباط، ما نقولش اكتئاب. تمام. يعني هو نوع من الاحباط بيصيب الطفل، لان هو في حاجه كده عند الاطفال وعندنا احنا كمان اسمها مفهوم الذات او السلف كونسبت. يعني كل طفل ليه مفهوم ذات معين عن نفسه، مفهوم الذات ده هو بيكونه مفهومه عن نفسه، انا شايف نفسي شاطر، انا شايف نفسي قوي، انا شايف نفسي هيلثي صحيح. المفهوم ده هو بيكونه من المحيط، الدائرة المحيطة بيه، أول حاجة أسرته مامته وبابا، اللي هو نظرتي أنا لي، نظرتك أنت لي بتنعكس على نفسه، بتخليه هو يبص لنفسه بتنعكس عليه هو يشوف نفسه إزاي. تمام. فالسلف كونسبت أو مفهوم الذات ده عنده، دي الحاجة اللي بتديله موتيف أو بتديله دافعية تخليه يقدر يكمل حياته. يعني أنا شايف نفسي شاطر، أنا شايف نفسي قوي، أنا شايف نفسي أقدر. في لحظة المرض بقى، في لحظة المرض اللي بينزل السلف ستيم اللي هو نقدر نقول عليه الاتزان النفسي،
ما بيبقاش حاسس ان هو متزن. ايه ده، انا ضعيف، انا مش انا، يعني انا مختلف، مش قدراتي، انا عايز اعمل كذا، عنده عايز يعمل كل حاجه لكن هو مش قادر. تجربه الالم كمان الجامده اللي بيمر بيها، فلما سيلف استيم ده بيتهز او الاتزان النفسي ده بيتهز، بيبتدي السيلف كونسبت او مفهومه عن ذاته يتهز. احس ده ازاي؟ ايه الاعراض؟ هو حضرتك قلتي ان في عندك بنت كانت في العنايه، فاول حاجه عملتها ان هي رفضت تقابل مامتها وباباها. الاحباط اللي هي تعرضت له نتيجه للتجربه السيئه، ان هي دخلت في جو مختلف واتموسفير مختلف وشافت ناس غرب وتعاملت مع ناس هي ما تعرفهمش، هي الدكتور ده هو ما تعرفوش اللي عالجها واللي ادالها الحقنه واللي ادالها الابره. فاول حاجه بتيجي لذهن الطفل، مين اللي جابني هنا؟ بابا وماما. بالظبط. مين اللي خلاني اخد الحقنه؟ مين اللي سابني مع الناس دي؟ ما خدنيش وما كانش جنبي وما كانش. فاول حاجه بتفقد الثقه في الاهل. مش بتفقد الثقه، هي بيكنه نوع من المشاعر العدائيه نتيجه للاحباط. يعني يبتدي يحس ان هو زعلان قوي من كل اللي حواليه، وزعلان من مامته وباباه بالاخص لان هم اول ناس هو المفروض كان يبقى معاهم، او انتوا بتحموني من كل حاجه، او كانوا بيحموه. بالظبط. اشمعنى ما حميتوش؟ معرفتيش تعملي ده ليه؟ بالظبط كده. النقطه دي مهمه جدا بقى، ان احنا يعني لو احنا قدرنا نوصل مع الطفل ان احنا نعمل له اعداد وبريباريشن في حياته ان جنرال بدون اصابه بالمرض، من غير ما يكون عنده مرض، انا انشر الوعي، اعلم الطفل ان الانسان ممكن. لحظه، يعني انت حضرتك عايزه تعملي حاجه زي حاله وقائيه، خطوه استباقيه او حاله وقائيه قبل ما يحصل له مرض، تكوني انت مجهزه الـ 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 الحاجه الوقائيه ديت للطفل. احنا معرضين لده. تمام. هو الطفل اي بني ادم في العالم معرض انه يعيا. تمام. ومعرض ان هو يمر بازمات كبيره. اكيد طبعا. صحيه وغيرها وغيرها وغيرها. فازاي نربي بقى الطفل من الاول، من البدايه، عشان ما يتعبش؟ اعمل له اعداد. ان انا انشر الثقافه الصحيه بين الاطفال وبين المجتمع ككل. بمعنى ان الثقافه الصحيه تبقى ثقافه صحيه فعلا موجهه تجاه امراض بعينها، اللي هي الاحتمالات الكبيره. في دراسات معموله على الامراض الاحتمالات الاطفال تصاب بيها في كل مجتمع. يعني في امراض معينه مثلا تنتشر في حوض البحر معين. المتوسط. أوه. في وقت معين. فلازم الطفل يتعمل له بريباريشن لطبيعه الامراض دي، طريقه العدوى، ازاي الوقايه، تهيئه ثقافيه ونفسيه، اللي هو الوعي الصحي. يبقى احنا يعني عشان نحط خطوات، يبقى مثلا دكتوره مروه طالبه مثلا ان يتعمل مثلا سي محاضره او وقت معين مثلا في خلال اليوم الدراسي، بس ريجولر بانتظام، انا المرض الفلاني ممكن اخده عن طريق كذا وممكن بسببه اقعد في المستشفى. يبقى الطفل مؤهل نفسيا ان انا ممكن يجيلي ده واقعد في المستشفى شويه وبعد كده هتعافى، لان انا عندي مشكله مع جودي، بقت فكره الموت قريبه منها. دي نقطه انا عايز اتكلم يعني دايما تتكلم في الموت. يعني انت مريتي بنفس المرحله كأم. تمام. يعني تعاملتي ازاي مع طفلتك في الوقت ده؟ انا في البدايه يعني هي جودي مرت بتجربتين قريبين من بعض. تجربه الفقد لواحده صاحبتها توفاها الله بنفس الطريقه قبل اللي جالها بشهرين. قبل ما يجي لها التهاب صحيح بشهرين كان نفس القصه، التهاب صحيح وحاله توفاها الله. جاء بعد كده بعديها بشهرين جودي نفس الكلام. لما طلعنا من القصه دي الموت قريب، هي بتفكر دايما كل يوم بالليل انا ملاك، طب انا ربنا هيحاسبني، طب انا لما هطلع فوق فكره، طب انا لو نمت هقوم، فكره الغيبيات. انا قلت لها على فكره، ما انت عارفه كان اجابتي ليها كده، انت عايزه تعرفي حاجات لا يعلمها الا الله. تمام. والناس كلها ماشيه في طريقها، واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت. يعني انا بحاول دينيا بس نفسيا بقى. بس هي مش هترضيها الاجابات دي، لان هي النتيجه ان هي حضرتك قلت تعرضت لنوعين، لازمتين مع بعض، تعرضت للازمه المرضيه وكمان للفقد، ازمه الفقد. فهي كده ربطت. احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بالعداء ناحيه الدايره الصغيره بتاعتي اللي هي الام والاب او الاسره. بيبقى العداء ده طبعا بيختلف يعني من طفل للتاني. ممكن يبقى عداء ظاهر وواضح ان هو يبقى عنده الطفل يبقى عنده ارتباطات، مش عايز حد يقرب منه، مش عايز حد يكلمه. ممكن عداء كده انعزال. لا، هو لسه ما خرجش للمجتمع عشان نقول انعزال. احنا كنا بنتكلم على الحاله اللي هي لسه في فتره العلاج. او عداء خفي، ان هو يمتنع عن الكلام، او ان هو مش عايز يكلم حد، او
ما يردش عليهم او ما ياكلش او مش عايز ياخد الدواء. فعلا عدم الاكل ده عرض. ما هو ده عرض. ده يعني ده اسقاط كده، ان المشاعر السيئه اللي جوه الطفل والافكار السيئه بيسقط مشاعره دي على نفسه، يعني خلاص انا مش عايز اكل، انا مش عايز اخد الدواء، مش عايز اخد. خلينا نخرج من الدايره دي. تمام. عايز اسال حضرتك سؤال، التدليل الزياده او الحنيه الزياده للطفل في المرحله دي هل بتفيده او بتضره؟ هو اكتر حاجه بتفيد الطفل في المرحله دي ان انا خلاص انا كأم وكأب انا هعمل هولد اون، هعمل شيفت لحياتي دلوقتي. احنا توضيح هعمل ايه؟ يعني هنعمل يعني احنا كنا بنعدي حياتنا بطريقه وبنقضي يومنا بطريقه ووقتنا بطريقه. تمام. دلوقتي احنا مطلوب مننا، ربنا حاططنا في اختبار، مطلوب مننا ان احنا نتخطى الازمه دي. تمام. ف ده خلال فتره المرض. خلال فتره المرض فلازم جو البيت كله يتغير ويتوظف ان هو احنا يعني بطريق غير مباشر بندلل الطفل، لكن مش بنشو ده، يعني احنا بنغير حياتنا عشان خاطره. تمام. بنعمل كل حاجه ممكن تكون قريبه منه. طيب ما يفهمش ان هو تدليل له يعني. اديني ازاي يعني إيه؟ دايما انا عايزه الامهات او اولياء الامور اللي بيتفرجوا علينا وبيمروا بازمات زي دي، لان ده وارد وبقى في قطاع عريض يعني سبحان الله الايام دي الموضوع ده منتشر جدا. ازاي يعدوا ده من غير تمييز للطفل يقلب بدلع وبعد كده يقلب، فاهمه؟ بالظبط. الاكستريم او الحته النيجاتيف خالص. هو بيقلب بدلع وبعدين بيقلب بابتزاز عاطفي، لان الطفل بعد كده بيبتدي يستخدم الطريقه دي. حصلت دي بالفعل، حصلت في حاله سلمى لما بدات يعني تخترع قصص. وهي احنا عندنا سلمى اللي هي قعدت 3 شهور، وعندي برضو طفله اسمها سجود كانت قعدت فتره كبيره في المستشفى برضو. تلاقي مثلا سجود دي عايزه تنفذ رايها وخلاص، وجودي كده برضو تنفذ رأيها وخلاص، وفي تشنيجة كده. طيب احنا خلصنا، نوصل نرجع تاني مثلا تمرين، نرجع نذاكر، لا في رفض لكل حاجة. هو انا دايما يعني شايفة حاجة واساتذتي علموهالي، ان الطفل بيستمد قوته والطاقة اللي عنده البوزيتيف اول حاجة من مامته وبابا. يعني مامته وبابا قد ما هما اقوياء، قد ما هما بيقدروا يتخطوا الازمات كلها في حياتهم، مش شرط الازمات المرضيه، قد ما الطفل بيبقى قوي وبيقدر ان هو يعمل ريليف وتعافي ويتخطى الازمات. فدي اولا دي حاجه انا بنادي بيها لكل ام وكل اب، الثبات الانفعالي، وان هو ابنك طول ما هو طول الوقت بيشوفك انت بتعملي ازاي مع المشكله، يعني مشكله في شغلك، مشكله مع الاصدقاء، مشكله في البيت، هو طول الوقت حاطك قدوه. بالظبط. هل بتقدري تتخطي الصعاب؟ هل بتعدي؟ هل بتنجحي ولا بيحصل لك ريدكشن وبترجعي لورا وما بتقدريش وبتنسحبي وكذا وكذا؟ ده اللي بيتوقف عليه العرض النفسي اللي طيب بيتعرض له الطفل وقت الاصابه بالمرض. خليني اقول حاجه، نقطه بس لو نقطه هنرجع لحضرتك فاصل وهنرجع لحضرتك نص الوقت. تمام. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، أنت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. دكتورة إيمان، كنت حضرتك كنت عايزة تقولي حاجة. دكتورة مروة، عايزة خطوات للأم، خصوصا الأم لأنها بتبقى مرافقة، إيه اللي تعمله أثناء وبعد مرور الازمه الصحيه، بحيث ان هي تعمل دعم نفسي للطفل من اي تو زد، من كل حاجه،
بحيث ان انا اقلل بعد كده ان انا اتوجه لعلاج نفسي، لان انا واحده من الناس ابتديت اتوجه للعلاج النفسي لبنتي. هو ده معناه ان في مشكله بتتفاقم. هو الحقيقه بس انا بختلف مع حضرتك في قصه ان حضرتك بدات تتوجهي لعلاج نفسي للبنت وان ده معناه ان في مشكله. هو احنا متفقين بقى المفروض ان احنا بنعمل اعداد ما قبل المرض، توعيه صحيه اثناء ازاي ده كده ازاي اتجنب اثناء فتره المرض. الام بقى اللي بتقوم بالدور ده إيه ان هي دايما اللي هي الخطوه الاستباقيه اللي انت حضرتك قلتها. هو دايما تحسس الطفل ان هو انت تقدر وانت هتعدي واحنا ربنا معانا وان انت ان شاء الله هتبقى كويس وايه رايك بعد ما تتعافى نزور الاطفال المرضى ونعمل معاهم ونساعدهم ونعلمهم. انت بكره هتحكي لهم، انت هتخف وهتحكي لهم وهتقول لهم احنا عملنا ايه وازاي انت قدرت تعدي. فهي تبتدي تنسجله نسيج من الحاجات الكويسه اللي مستنياه اللي هو يقدر يعملها، زياده معدل الثقه في النفس، تخرج من جواه اللي عارفه الهيدن باور او الطاقه الخفيه. انا كده بحط لها خطه بعد ما تخلصي يبقى انت هتعدي خلاص. هتعملي ايه بعد ما تخلصي بالظبط وهتساعدي غيرك ازاي في اللي هي مرحله ما بعد المرض. انت عديتي بيها كده خلاص، هي لازم بقى وقتها هيتولد عندها الموتيف ان هي عايزه تبني. حاجه تانية ان الام لازم يبقى عندها ثبات انفعالي غير عادي، لان انت عارفه الكيميكلز اللي بين الام والطفل هي ممكن يعني اكيد بنتك كانت بتقراكي من عينيكي شايفه قد ايه انت نفسك موجوعه وقد ايه تعبانه وقد ايه متازمه. فهي لازم تشوف الامل، لازم الطفل المريض يشوف الامل في عين مامته وباباه دايما، لان هو بيشوفوا منهم. هو اصعب حاجه عليه انه يشوف مامته وباباه يائسين، يعني حاسين ان هم عاجزين مش عارفين يعملوا ايه. بصي هو انا كنت مركزه وعندي ثبات انفعالي بس ما كانش ده في دماغي وقتها عشان ممكن ينعكس على جودي. انا كان في دماغي ان انا افضل مراقبه كل خطوات العلاج، فلازم افضل مركزه. دي طبيعه شخصيه خلي بالك، فاهمه اللي هو لازم ايه كل حاجه هي بتاخدك تاخد ايه وقد ايه والساعه كام. فده اللي كان سبحان الله يعني كان عندي وقتها ثبات انفعالي، بس مش هقدر اقول ان هو انعكس عليها بالمعنى المفهوم، لان انا لاحظت بعد كده ان في دروب جامد بعد ما خلصت بعد ما طلعت. بصي مش هتقدري تلاحظي او تقدري فعلا الدروب دي هاو فار او هي قد ايه الا لو نفس كذا حاله مع نفس المرض مع امهات مختلفه. يعني يمكن اللي انت شايفاه دروب مع البنت ده يكون احسن حاجه هي وصلت لها، يكون احسن من اطفال تانيين مروا بنفس التجربه وما قدروش ان هم يتخطوها نفسيا. فما نقدرش نقارن هنا هل الوضع سيء قوي او نص نص او ايه بالنسبه لقوه الام يعني. بس هو الكومن ان الام كل ما بتبقى ام قويه خلاص هي تخطت فتره الصدمه. في امهات بيقعدوا يصوتوا، يعني في امهات بتفضل تقول للبنت طب وبعدين، طب ما هتعرفي تمشي، طب هتعرفي تقفي، طب هتعرفي تقعدي، طب ما هي البنت وهي او الولد دي. يعني في النقطه دي يتطلب من حضرتك هنا اعطاء بعض التوجيهات للام ازاي ان هي يكون يعني عندها ثبات انفعالي. انت بتقولي حضرتك ثبات انفعالي، ازاي تتحكم في نفسها ويكون عندها ثبات انفعالي؟ عايز تدريب. التدريب واهم حاجه ان هي ما تفكرش في حياه الطفل قبل المرض كانت عامله ازاي. يعني ما تحاوليش تقارني، خلاص هو دلوقتي محطوط في موقف، الطفل محطوط في موقف هيأثر زي ما يأثر عليه. ما تفكريش في واتس نيكست، هيمشي تاني، هيقعد تاني، هيخاف، لان كل ده بينعكس على ردود افعال الام نفسها وبينعكس على الطفل هو نفسه جواه الاسئله دي. محدش هيقدر يجاوبه لان احنا مش بنبقى عارفين فعلا هو هيعدي ازاي. بصي انا جالي سؤال منها اثناء واحنا انا ما عملتش حاجه غلط، ما عنديش ذنوب يعني، انا بصلي طب انا ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ دي مشكله كبيره. حتى انا قلت لها سيدنا يوسف إحنا. كذا فاهمه، ابتديت بقى اجيب سيدنا ايوب كذا، ابتديت ايه اجيب امثله من حياه الانبياء بحيث ان هي نوعا ما ايه اقرب الصوره ليها. بس دي من يعني ده سؤال حيرني الحقيقه. دي مشكله كبيره احنا اللي بنصنعها بايدينا، لان احنا دايما بنربط الابتلاء والمرض بالذنب، ودي مش حقيقه. لان يعني الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام كانوا ابتلانا الانبياء ثم الامثل فالامثل، وان ربنا بيختبر عبده بالمرض. فهي ما لها علاقه لها ان شخص مذنب او غير مذنب. الاجابه تكون ايه؟ يعني الاجابه المثاليه للسن ده. انا جاوبت يعني بخلفيه وقلت حته ان الابتلاء ملوش علاقه بكذا عشان ادي الانبياء في كذا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر بكذا. انا بتقول جاوبت عليها بخلفيه كطفله، فاهمه؟ طفله حضرتك بقى دكتوره نفسيه، ايه الافضل اجابه في حاجه زي كده؟ هو بلس الدين. افضل يعني اجابه في حاجه زي كده ان انا اتعامل مع الواقع بتاع الطفل
ان انا اوجهه واوجه تفكيره، ما خليهوش يغرق في الدايره دي من الاسئله. لان انا لو وصلت ليها وهو فضل يسال وانا فضلت اجاوب، لا اجاباتي هترضيه ولا هو هيحس ان هو مرتاح ولا مبسوط. فهو افضل حاجه ان انا ما اخليهوش يوصل للنوع ده من الاسئله. دايما اخلي وقته مشغول، دايما اخليه بيفكر في الخطوات جدا. العمليه اللي هنعمل ايه بكره، ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا. في حاجه بقى تانية، احيانا المرض ده بيخلينا نكتشف حاجات جديده عند ولادنا احنا ما كناش نعرفها. يعني في ولاد واطفال هم اللي بيدوا القوه لاهاليهم، هم اللي بيدوا القوه لمامتهم، لان الطفل عنده ملكات، عنده قدرات. احنا بنعيش ونموت ما استغلناش 50% من قدراتنا اللي عندنا. ففي اطفال وقت المرض بتظهر عندهم قدرات احنا ما يعني فعلا بنذهل منها يعني. فليه انا بقى ما بتديش افتش وانكش على القدرات دي وهو تعبان؟ ابتدي اوجه تفكيره والانشطه عمره ما كان بيعملها، حاجات ما كانتش بتحصل. نقطه واحده، نقطه معلش، حضرتك قلتي اشغال الوقت، ان احنا نشغل وقته بالتفكير او بالانشطه زي ما حضرتك قلتي. طيب الانشطه اللي الطفل عايز المفروض ان حضرتك تنصحي بيها الطفل او والده الطفل ان هو يعملها، ايه الانشطه؟ رياضيه او كان او غير رياضيه، ايه الانشطه اللي يقوم بيها؟ وهل كل الناس هتقدر تعمل الانشطه دي ولا لا؟ هو ده طبعا بيختلف بطبيعه المرض وطبيعه الاصابه اللي جت للطفل. ايه القرب؟ احنا كنا في مستشفى الشاطبي، بس اول مره يعني دماغي تفكر كده من خلال كلام. احنا كنا في مستشفى الشاطبي من حوالي مثلا 10 15 سنه في عنبر اللوكيميا، كنا بنعمل مثلا نجيب كراسات رسم والوان والولاد تقعد تلون الاشكال ومش عارفه. كان وقتها احنا كنا نعمل ده للترفيه عن الولاد، بس دلوقتي حسيت ان اهو ده انشغال. مش كل الناس عندها يعني الرفاهيه دي ان هي ترسم. مش كل الناس، لا مش رفاهيه، ده انا جاست هو الاطفال كلهم بيحبوا الالوان الجذابه تمام، بس مش كل الناس برضو، ما احنا عايزين حاجه تنفع لكل الناس سهله واسعارها. يعني هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للانشطه دي، حاجات كتير قوي. يعني ممكن مثلا وقت الزياره الناس اللي جايه للطفل ممكن انسق معاهم بالتليفون. اقصد يا دكتوره، المقصد اللي انا عايز اقوله ان مش كل الامهات متعلمات. دي تولز بسيطة جدا. ما هي الأم مثلا في الأرياف مش هتقعد قدام ابنها وتسيب شغلها وتقعد. الأم في الأرياف هتعمل إيه؟ يعني أيوه هو ده اللي أنا عايزه. أيوه احنا لكل في حاجة الناس. عندنا يعني دي في معظم الأنشطة الموجهة للطفل بنستخدم حاجة اسمها خامات البيئة. ايوه فالطفل دي اكتر حاجه بتساعده على فكره. هو بيبقى مبسوط جدا، هو بيستخدم حاجات شغال بايديه، حاجات غير تقليديه، حاجات هو شايفها بس بيوظفها في الانشطه الفنيه. بالظبط، سهل جدا. ف يعني لو احنا هنرتب مثلا جدول الزيارات الناس اللي جايين للطفل، ليه لا ان انا نسق معاهم، اكون مجهزه مثلا انت هتحكي له قصه معينه، انت هتقص معاه، هتستخدم القص واللزق، لو عندك واحده قريبتك بتعمل كروشيه انت هتيجي تعلميه كروشيه النهارده. فانا كده وظفت ال حلو قوي الافكار دي. خامات البيئه دي سهله جدا. عارفه احنا ممكن واحده صاحبتها او لو ولد صديقها جاي لميله شويه زلط كده، شويه شلز مثلا اللي هو الاصداف بتاعت البحر، بالصمغ كرتونه من بتاعه الشيبسي، يبتدي تعالى نلزق مع بعض ونعمل، هنحط هنا صورتك وهنا صورتي، بص انت لما تخلص احنا هنروح نعمل مش عارف ايه، نيجي الجريد نخل نقصقصه ويلزقه. أيوة. هو الموضوع مش محتاج خالص فعلا تكلفه ماديه، لا بالزبط. لا مش محتاج امكانيات، هو عايز بس فكر. فده اثناء فتره المرض. عارفه لو احنا عدينا بالطريقه دي هو هيطلع، هيعدي فتره المرض. معظم بقى الاضطرابات النفسيه حضرتك بتتكلمي عنها هي فتره من نقاها، هو لو مشى كده هيطلع مبدع تاني. تمام، هيطلع حد مبدع تاني خالص، وهيبقى اتعلم من ازمته. بالظبط، وهو كده علاقته مش هتنتهي بالمرض، لا ده هو هيفضل يزور اصدقائه وهيفضل يساعد الناس المصابين. وايه رايك بقى؟ طب احنا عمال الولاد تجربته. طبعا الولاد كلهم دلوقتي بيعملوا شانل على اليوتيوب وكده، احكي تجربتك واتكلم وشجع صحابك وبعدين نبتدي. اهم حاجه بقى في المرض ان هو طبعا في مرض، كل مرض فيه الأسوأ منه وفيه الاصعب وفيه الابشع. تمام. فانا لازم اجيب له امثله، يعني لازم أمثلة يشوف اكبر من المرض اللي هو يشوف ده كان كذا ومر فتره كذا ده كان عنده مرض اصعب جدا وتعافى وخف. لازم اجيب له موديل، نموذج
إيجابي. إيجابي، وده موجود فعلا في حياتنا. يعني احنا لو دورنا هنلاقي عندنا العديد من الرياضيين اللي مروا بوعكات صحية وبأزمات وتخطوها، وذوي الهمم دول بقى إبداع إبداعي يعني. دول بقى يعني أحسن أحسن موديل، ويعني ومن خلال فعلا البرنامج بتاعكم يعني أنا نفسي أدعم فكرة الدعم في مصر، الدعم بين الطفل العادي والطفل المختلف. أو الدعم ولا الدمج؟ سوري، الدمج. أيوة. الدمج اللي هي الانكلوجن يعني، أو التوتال انكلوجن، أنا أدخل الطفل المختلف أو ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة أدخله مع الطفل العادي. كل الناس بتقلق من القصه دي وبتقلق على الطفل العادي. لا انا لا. انا جودي انتوا ما تقلقوش على الطفل جودي العادي. كانت في حضانه دمج وكنت قصده ادخلها كده، وسبحان الله طلعت بتساعد. بصي ده الاعداد الرباني بقى، ده الاعداد الرباني لجودي يعني اللي انت عملتيه يعني ده ربنا سبحان الله خلى ده عشان وفعلا قدرا كده يعني عرضوا عليا الفكره ليه لا تدخل وتساعد وتبقى عارفه ان غيرها محتاجه هتمد لها هتسند هتعمل، وفعلا هي طلعت في حته المساعده دي. اقول لك على حاجه، احنا اولادنا اللي محتاجين الاطفال ذوي الهمم ان هم يكونوا جنبهم. احنا حقيقي اولادنا غلابه قاعدين طول النهار قدام اليوتيوب ماسكين الفيديو جيمز، مش بيمارسوا حقوقهم يعني الطبيعيه اللي هم المفروض يمارسوها، احنا مشغولين عنهم. ففعلا احنا اولادنا محتاجين للطفل اللي عنده همم او احتياجات خاصه، لان الطفل ده هو اللي هيساعده ويخرجه لما يقع في دروب نفسيه. عارفه ونفسيا هيحس الطفل العافي بقى السليم هيحس انه ليه لازمه على حاجه على ارض الواقع، انا بساعد انه مهم انه بيعمل مهم حاجه حلوه بيفيد المجتمع. الزيارات بتاعت دور الاطفال، زيارات اطفال الايتام او دور الايتام، الزياره دي يعني احنا بنعملها بشكل تقليدي قوي وبايخ قوي الحقيقه مع اولادنا. يعني لا ده انت لازم يبقى لك صاحبك في كل دار وصديق وصديقتك وتفيدها ومحتاج ايه وعايز ايه وتساعده بجد، يشوف حياته ويشوف عيشته ويشوف ان هو تواصل حقيقي مش مجرد إيه؟ حط ايدي على دماغ الطفل اليتيم او ذوي الهمم تواصل وخلاص. هو ده دي احنا دينا قال لنا كده يعني احنا نقطه يعني في يعني عايز ارجع بحضرتك سنه ورا بس اتفضل. هل تغيير البيئه على الطفل المصاب بالمرض، يعني مثلا هو طفل في مدينة أخده ودي الريف أو طفل في الريف أخده ودي المدينة، ليها أثر سلبي. كويس على لا كويس أثر كويس, كويس على الطفل ده بعد لا وقت المرض تغير البيئة المحيطة يعني تغيير البيئة المحيطة من فين؟ من البيت للمستشفى مثلا؟ لا مثلا وليكن أن الطفل في الأرياف أخده مثلا أو دي المدينة أو الطفل كتغيير في جو أو التغيير جو يبقى بعد ده وقت المرض ولا بعد؟ قبل سيء وقت أو بعد هو اصل وقت المرض احنا مش هنقدر نقول انها بتبقى تجارب يعني فكره ارتباط الالم مع مكان معين او مع وسيله مواصلات معينه او كده دي اصلا بتعمل باد اكسبيرينس يعني بتخلي التجربه مش حلوة حتى لو حد كبير يعني انا لما رحت مثلا الملاهي كنت تعبان ومصدع وعايزه ارجع فهيفضل طول عمره حاسس ان الملاهي دي مرتبطه بدي بيعمل نوع من الارتباط الشرطي يعني مع المكان لو اثناء فتره المرض تمام. فما نقدرش نقيس قوي ده هياثر عليه حلو او وحش او كده، ممكن على حسب قوته كطفل، ممكن لو ركب قطر مثلا وانا بقى كأم دوري كأم وكأب بص القطر ده عنده كفتح في كام عربيه بص. انا اقصد يا دكتوره مثلا اذا الطفل يعني وليكن في بعد تعافي من المرض ان انا اخده اغير له جو اخده اوديه مثلا فسحه ده تاثيره ايه على الطفل؟ والله يعني في العادي هو ده غالبا ده اللي بيحصل لان الامهات يقولوا احنا هناخده احنا هنسافر اكيد هو هيبقى له تاثير ايجابي بس احنا لو حطينا ده ضمن برنامج يعني لو احنا عملنا برنامج هو ده اللي عايزه من حضرتك ايوه جدولته في برنامج طبعا تمام. احنا ممكن يعني اولا طبعا بناخد بيرميشن من او يعني اذن من الدكتورز او الفريق الطبي للطفل هل مسموح له انه يختلط بالناس هل مسموح له انه يخرج على اساس ده بنحدد البرنامج اللي هنعمله له على في وقت الرهاب يعني او وقت التعافي من المرض. البرنامج ده احنا لازم نستغله يعني اسوأ استغلال علشان هو ده فعلا اللي هيخرجه من المرض. اولا يعني احنا ممكن نعمل حاجه هو عمره ما عملها قبل كده يعني انا ممكن اوديه مثلا يشوف اثار ممكن اوديه يشوف معبد ممكن ادخل مكتبه واطلع له كتاب عن الفراعنه عن ممكن حضرتك مثلا واحنا قاعدين تعدي برنامج ترفيهي الطفل
يعني على قد يعني حاجه قلنا واحد اثنين نموذج. اصل احنا عندنا اعداد البرامج ده يعني تمام. خلي بالك انا فكره السفر والمروح انا عملتها مع جودي بس ما كانتش كافيه يعني من خلال تجربه شخصيه. لا ما كانتش كافيه هي الحقيقه لان انت حضرتك ما عملتهاش يعني ضمن برنامج معين. عشان كده بقول يعني كان لوحدها ما كانتش كافيه نسال فيه. احنا ممكن نعمل له برنامج فيه مجموعه متنوعه من الانشطه بالظبط اللي بتنمي مجموعه متنوعه من المهارات عنده، ودي اللي هتخليه يخرج بسرعه وينسى ويكتشف نفسه وتبدي يتوجه. احنا ممكن نعمل له جدول سكيدول مثلا قولي واحد اثنين ثلاثة ما هو بتاعتي بص دي بتختلف على حسب رغبة الطفل. ابني انترستد فيه، مهتم بالتكنولوجي اروح اوديه مصنع حسب اهتمامات الطفل طبعا على حسب اهتمامه. مهتم عايز تكنولوجي تعالى نروح مصنع مثلا سيارات واتفق وانسق واكلم الاجهزة الامنية واروح. مهتم بالاثار ادخله كنايس ادخله مساجد اثرية اخليه يشوف ويشوف الرسم، ومهتم بالفنون يشوف النقوش ويشوف المتاحف على حسب اهتمام الطفل. وبعد كده انا ببتدي بتختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية وبتختلف طبعا من مرحلة عمرية لان تقريبا توجهات الطفل وميوله هي اللي بتحكم الطفل في صح كده يعني في المرحلة العمرية المبكرة بيحب اللعب في المرحلة العمرية المبكرة بيحب اللعب والخروج والتنطيط والكلام ده كله. ما هو من خلال اللعب ده انا هقدر اوظفه وبيحب يلعب وبيلعب بايه. في طفل بيحب يلعب بالالوان بالظبط، في طفل بيحب يلعب بالطين والرمله والطين طب ما انا اعيشه اجيبه هقولها في الارياف هتقولهم طين طبعا طبعا دي حاجه لزوجة الملك. انا عايزه اقول حاجه برضو عشان نبقى بنخدم كل المستويات الماديه، يعني حتى لو المستوى الاجتماعي ما اقدرش اسافر ما اقدرش اروح ما اقدرش اجي، اصول الثقافه بتبقى من غير فلوس. وصول الثقافة فيها أنشطة كتير، فيها مسرح، فيها رسم، فيها رياضة، ممكن يلعبوا شطرنج ومش يعني في 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 حركة بتتم ودي من غير فلوس نهائي. المتاحف، المتحف الزيارات بتاعة المتاحف والزيارات والحاجات دي المعيدة عندي في الشغل يعني أنا عايزة أقول إن كل المستويات المادية ممكن تتعامل نفسيا مع الطفل من غير أي تكلفة. أيوه هو ده اللي إحنا بنقوله. ممكن كمان حاجة يعني مراكز الشباب بتاعة الرياضة طبعا ممكن كمان. أنا مثلا طفل راح مثلا الأحياء المائية شاف أنواع الأسماك، طب تعالى بقى نروح البيت نعمل نرسم سكتش كبير كده، مش نرسم إحنا هنعمل سيرش على النت كل سمكة اسمها ايه نوعها ايه. معانا اتصال الاستاذ رحاب من كفر الشيخ. استاذ رحاب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم مع حضرتك الدكتور. اتفضلي. انا ممكن تقول اعراض الاكتئاب عند سن 19 وعلاج لو سمحت؟ نعم يا فندم تاني. علاج الاكتئاب عند سن 19 وعلاجه سن 19 سنة تمام. عندك أسئلة عايزة الاكتئاب الاكتئاب في سن 19 سنة وعلاجه. مين شخص ان هو اكتئاب؟ يعني هل حضرتك في تدخل طبي وفي طبيب أخصائي نفسي شخص ان هو عنده اكتئاب فعلا؟ لا أنا تعرضت لحاجة مثلا وحسيت ان أنا بعد كده خفت من حاجات كتير وبقيت حاسة ان انا بخاف من كل حاجة وبخاف من الكهرباء وبحس بتخيل حاجات حواليا. هو الحقيقة يعني الموضوع ده أكتر خاص بالشق الطبي إن أنت لازم تتكلمي مع طبيب نفسي لأن في أنواع معينة من طب في حد في العيلة عندك مثلا كان أصيب بالاكتئاب قبل كده عند سن معين؟ لا لا. طب انت حضرتك يا استاذ رحاب اتعرضتي لحاجه اثرت عليكي يعني صدمه نفسيه مثلا اثرت عليكي ادت الى الاكتئاب؟ نعم. ايه تمام. ايه هي يعني اللي اتعرضتيها يا فندم؟ عنوان حتى مش لازم تفاصيل. ان انا رحت مره قبل كده لما حد يعالجني بالكهرباء. علاج المس والسحر صح؟ لا عليك بالكهرباء جلسات كهرباء جلسات كهرباء. اخدتي جلسات اي سي سي؟ ايوه خدت ثلاثه. ده دكتور اللي كتبها لك دكتور طبيب. ولا طبيب. شيخ طبيب؟ لا طبيب. انا مش عارفه هو مين بس انا عارفه مكانه كويس. رحاب انت عندك مثلا بؤره كهرباء زياده على المخ؟ لا انا ما عنديش اي حاجه. يعني انت سليمه تماما من يوم ما اتولدتي لحد النهارده؟ ايوه سليمه. طب جلسات الكهرباء دي اخدتيها بناء عن ايه؟ تحت اشراف الطبيب؟ لا بيقول انت عندك سحر وهعالجك بالظبط زي ما قلت بيقول عنده كهرباء. عايز مسجد الايه؟ عايز مسجد بس علاج ايه؟
قاعد في مدرسة راحت لشيخ عدها جلسات لا كهرباء يا زي ما بيحصل. بيحصل مش عارفة ازاي. لا يا رحاب بصي يا جميلة، انت 19 سنة فانت ما شاء الله عليكي، انت تقدري تاخدي القرار ان انت تلجئي لحد متخصص. لازم تروحي لطبيب اخصائي نفسي يتكلم معاكي ويشوف هل فعلا اللي انت بتقوليه ده اعراض اكتئاب ولا لا. انت ممكن يكون ما عندكيش اكتئاب، لان اكتئاب المرض دي غير الاكتئاب الكلام اللي احنا بنقوله وبنهزر بيه مع بعض يعني. فلازم تروحي لاقرب طبيب استشاري نفسي قريب منك، لازم تروحي له هو اللي يقدر يساعدك في الموضوع ده، وما تروحيش لحد تاني ولا مسجد ولا الحاجات دي، لان ده ليه طريق الطب هو اللي يقدر يعالج لك القصه دي لو في مرض، لو في اكتئاب مرضي. رحاب ما تفكريش تروحي اي حته ايا كانت بعد كده. لا اصل ان يتعطى جلسات رحاب معانا في مسجد حاجه صعبه قوي دي. طبعا انا لا اتخيلها. ده الطبيب لازم شكرا لرحاب برميشن، ولازم يعني هو لازم صريح وزارة الصحة ولازم طيب. هي فكرتني بحاجة كده برضو أنا شفتها. هو بس كمان في حاجة، لأن الناس واخدين فكرة مش حلوة على جلسات الـ ACT أو جلسات الكهرباء دي. الحقيقة هي بتتاخد دلوقتي بطريقة مودرن خالص، وبيبقى المريض بيتخدر ومش بيبقى حاسس، وهي بتتاخد بشكل ادمي جدا غير زمان خالص يعني. فلازم الطبيب كان في الافلام بيجيبوها. لا 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 مفيش كده دلوقتي خالص. لا لا فالطبيب النفسي هو اللي بيكتبها في حالات معينه بعد ما هو يشخص حاله رحاب. هي يعني عشان افصل للساده المشاهدين، لان الحاجات دي انا دارسها وعارفها، ان هي راحت لشيخ يعالجها من مس او لبس او او او، فتفضل سيادته مشكورا ماجورا واداها. وليس مشكورا وليس ماجورا. هو تقريبا سامح هو اللي جاب لها الاكتئاب تقريبا. هو ليس طبعا واداها جلسه كهرباء. طبعا تجربه طبعًا الم غير طبيعيه طبعًا يعني. طبعا احنا بنحط كده ما بتستحملش. واضح ان هي فاكراها ومتاثره بيها يعني وعيانها. انا مستغربه اصلا، ومستغربه ان ده متواجد. ده متواجد يعني متواجد وبكثره. هو ده بقى اللي بكلم حضرتك فيه دكتور ايمان، ان احنا لازم الثقافه الصحيه والوعي الصحي لازم ننشره للولاد وللاطفال والشباب. هو الارياف عايز مجهود على كل المستويات بالظبط. يعني انا الارياف يعني الناس اللي بتخرج متعلمه من الارياف فعلا عليهم واجب، ان لو انا من الحته الفلانيه ارجع لها مره تانية ان شاء الله اسبوع في السنه، اجمع الناس واقول واحد اتنين تلاته عن كل الاخطاء اللي انا اتربيت عليها او بشوفها، وبعد كده فهمت من خلال تعليمي وثقافتي ان هي غلط. احنا علينا واجب مجتمع يا جماعه، كل حاجه ولها زكاتها، العلم ليه زكاته، الصحه لها زكاتها، زي ما الفلوس ليها زكاه. يعني الوعي والادراك والتعليم ليهم زكاه. زي ما اتعلمت زي ما انت المفروض تعلم اللي حواليك. مش هنقول ان احنا عايزين الناس بروفيشنال، بس ما ينفعش كده يعني. انا مش متخيل. انا قلت عندها صرع حتى وفي فتره من الفترات مثلا القصه تفاقمت. اول ما قالت حد اداني جلسه كهرباء. لكن معلش مين في مسجد اللي يبقى عنده الاثوريتي او ياخد قرار وتساب ازاي اصلا يكهرباء؟ انا اعرف الشيخ يعالج بالقران، ده اللي انا افهمه يعني، ده انا اسمع عنه اتس اوكي، لكن وطبيعي وما فيش لكن كهرباء هم الناس بيوصلوا لحاله من الياس هم بيجربوا اي حاجه يعني. لازم تحت اشراف طبيب جلسات كهرباء، طبيب نفسي مش اي حد. يا جماعه ما قريتش طبيب اصلا. لا العلم نشره يعني، انا بتكلم في المجمل زكاه العلم نشره. الناس اللي اتعلمت من الارياف، استاذ مروان من الارياف، كلنا من الارياف على فكره. يعني انا عندي زمايلي دكتور عصام، الناس دي كلها من الارياف. ما هم بيرجعوا بيوعوا بيعملوا بيخلوا بيسووا، كله بقى واحد عنده واجب مجتمعي وهيتحاسب عليه قدام ربنا على فكره. رحاب قالت حاجه انا افتكرتها، الخوف المرضي. يعني انا مع جودي مثلا طالعين فوق كوبري، والله العظيم حاجات غريبه، هي عندها نظره تشاؤميه للامور. فالكوبري هيقع وتعمل لي كده يا بنتي في ايه؟ بصي هنا إيه؟ بس ده انديكيشن على فكره، ده عرض مش يعني، ده عرض لنوع من انواع الوساوس او الاوبسيشن. الطفل او اللي بيتعرض لتجربه سيئه يعني بيجي له مجموعه من الباد توتس عن كل حاجه. يعني انا لو نزلت من الرصيف ممكن رجلي تتكسر. نتيجه المرض اللي هي مرت بيه ده نتيجه طبعا لتجربه الفقد بالذات، اللي هي صديقتها اللي توفت مع تزامن مع المرض. فدي خلي بالك دي باد ثوتس، ممكن تتحول نوع من الاوبسيشن او الوساوس، لان هو بيفكر في انريزنبل ثوتس، افكار غير منطقيه. يعني احنا كلنا ماشيين، اشمعنى انت فكرت ان كوبري ده هيقع؟ فده لا ده انديكيشن. لا وعليها وعلى يعني ما تطلعيش. فالتعامل في حاجه زي كده، هل هنا لازم تدخل نفسي من حد بقى بره؟ ده لازم. دي كده العرض ابتدى يتبلور ويتشكل خلاص. انت عرفتي نوع الاضطراب اللي احنا بنتوجه له دلوقتي مع الطفل الاصيب بالمرض ده، فاحنا لحد ما واقفين اون تراك. ف
عايز حضرتك سؤال، محتاجه تدخل. سالت حضرتك في البدايه عن الاكتئاب التفاعلي، او جت سيرته في سؤال. الاكتئاب التفاعلي امتى بيجي وازاي نحن نتفق انه يدخل؟ ما هو انا عايز اعرف انا كمان. الاكتئاب التفاعلي ان هو اكتئاب نتيجه نفسيه المريض بتتفاعل وبيكون في اكتئاب تفاعلي. اي حضرتك تقصد اكتئاب واضح، اكتئاب مشخص؟ هو الاكتئاب له تقريبا ثلاث انواع، اكتئاب تفاعلي او في يعني الدكتور ذكر لي ثلاث انواع من الاكتئاب، انا يعني مش متذكر مين فيهم. قال الاكتئاب التفاعلي لان يعني الاكتئاب التفاعلي مرتبط بموضوع الحاله، تفاعل مثلا الطفل مع تفاعل الطفل مع المرض حصلت له. الاكتئاب التفاعلي يعني الطريقه اللي بيتفاعل بيها مع الاصابه. تمام. طيب سؤال معلش حضرتك، ايه بقى ايه المرتبط بالاكتئاب؟ الاكتئاب التفاعلي امتى بيجي وازاي نحمي الطفل من انه يدخل في اكتئاب تفاعلي؟ بيجي لو ما عملناش كل اللي قلنا عليه ده. تمام. لو ما عملناش اعداد ده كده نوع من تطور المرض. ايوه الله يفتح على حضرتك، هو ده اللي انا عايز اقوله، تطور المرض. ده اضطراب، ده اضطراب. يعني حضرتك قلت اتكلمت فيه من شويه، ده وسواس يعني نوع من الاوبسيشن. الاكتئاب يعني اللي هو ما بعد المرض، انا لو ما عالجتش ممكن نتيجه لزياده رصيد الاحباط، يعني بيبقى في احباطات احباطات احباطات، إيه انا خلاص انا مش قادر انا مش هعرف انا، فيبتدي يبقى عنده احجام عن المشاركه في انشطه كتير وفي الحياه، بقى مش قادر يرجع حياته تاني، مش قادر يرجع زي ده التطور كان. اللي يبقى رافض المجتمع والتعامل معاه نهائي. ده ظهر اضطراب، احنا هنا عندنا بنواجه اضطراب نفسي. مشاهدي الكرام، في نهاية الحلقة أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأنا مش عارف الوقت بيجري بينا والله كل مرة زي كل مرة. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ دكتور مروة العبد، استشاري أسري وتربوي، دكتوراه فلسفة التربية جامعة اسكندرية. شرفت ونورت يا فندم. شكرا لحضرتك، أنا اتشرفت. شرفت ونورت دكتور. نورتينا دكتورة مروة، وأتمنى تكون حلقة النهاردة زي لمبة كده نورت للأمهات إزاي أتعامل نفسيا مع الطفل المريض. اللهم استعان. مشاهدينا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض، 10000 عملية قلب، 8000 عملية مخ واعصاب، 2500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2000 حالة اورام، 1500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10000 طفل من اسر المرضى، سداد ديون اكتر من 1000 غارمة ممن عليهم احكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس.